اتجوزتها امتى يا حازم؟ انهي ليلة دي بقى اللي كنت عندها ورجعت هنا نمت جنبي عادي ولا كأنك عامل اي حاجة؟ فضلت مغفلني قد ايه؟ سنتين ولا اكتر؟ كنت تعبان يا ليلى، تعبت، تعبت من فكرة الدكاترة والجداول والتلقيح الصناعي والأنابيب والتحاليل، تعبت. أنا بني آدم وأنتي خلاص، يعني حتى علاقتنا ببعض بقت تحت الملاحظة والاختبار، وكل اللي همك إنك لازم تكوني حامل. فأنا بالنسبة لك كنت مجرد وسيلة، أهو زي ما بتعملي دلوقتي، عملتي في نفسك، وزنك عمال يزيد. يعني ما كانتش مجرد واحدة صاحبك مرشحها لك للجواز؟ لا، كانت عميلة بشطب لها شقتها. وبعدين؟ من غير بعدين يا ليلى، ضعفت. أيوة بعدين؟ شفت انها حامل، عامل ايه؟ وما قلتليش ليه يا حازم؟ عشان خفت عليكي، والله العظيم ثلاثة خفت عليكي، وقلت لو ربنا رضاكي وحملتي خلاص هقولك. بس لما عرفت ان انا مش هخلف خلاص ما جيتش وقلتلي ليه برضو؟ عشان اسرتيني يا ليلى ولجمتيني زيادة، قلتلي روح اتجوز. شوف ايه اللي ممكن يرضيكي وانا هعمله. انا لما قلت لك روح اتجوز كنت انت واحد تاني خالص، واحد ضحى عشاني وعمل كل حاجه في الدنيا وقعد يلف على كل الدكاتره عشان نخلف، لكن دلوقتي انت واحد معرفوش، خاين وكذاب. كدبت عليا كدبة عمرها سنتين، لا 7 سنين، وكل ده بتوريني في صورة بنتك ومخبي عليا صورة ابنك. لا يا حازم، لا، الليالي كده هتبقى أصعب يا حازم، والأيام هتبقى أصعب وأصعب، وأنت هنا أصعب وأنت هناك أصعب. انزل هات المأذون يا حازم ويلا عشان اتطلق. ليلى طيب فكري شوية، يعني احنا ما بقيناش صغيرين، انا حازم حبيبك، مفيش سند ليكي غيري. ربنا موجود، هو اللي بيسند، وانا مش هفضل مقدرة نفسي لآخر عمري عشان الاقي حد يسندني. ما بقاش ينفع يا حازم، لو سمحت روح هات المأذون وتعالى يلا.